قد ايه العقاب ده ريحك من جلد الذات اللي انت بتعمله لنفسك اللي هو اكبر من اي عذاب تاني؟ جلد الذات هو اللي جاب لي كل امراضي النفسيه، جاب لي البانيك اتاكس، وجاب لي انا على طول مش مرتاح، وعلى طول بحس دايما ان كل حاجه برجعها. يعني مثلا لو كنت مثلا، ده من وانا صغير على فكره، لو كنت مثلا بحب واحده واتخانقنا وهي مثلا جت فيها اكتر، الحقيقه بتقول هي جت فيها اكتر، انا اقعد ادور، ما ببصش في اخطائها هي، بقى اقعد ابص طب انا ممكن اكون عملت حاجه وصلتها ان هي تعمل فيا كده، علشان انا بحس ان لما اكون انا اللي غلطان، وده احساس خطا طبعا، انه بطلع لها عذر. لان ساعات لو مفيش عذر الواقع بيقول لك ان العلاقه لازم تنتهي. لو مفيش عذر ممكن تجلدها بشده عشان الاقي العذر، زي تعاملك مع ذاتك بالظبط. طبعا، لان لازم انا بقول لك بالمنطق، لو العلاقه دي ماشيه فيها مشاكل كتير قوي، بس انا بحب اللي قدامي جدا، انا دايما اكتشفت ان انا بفكر بقلبي مش بعقلي. بس على فكره هو اخطر بني ادم بيفكر بقلبه مش بعقله. على قد ما هي حاجه حلوه، البني ادم بيسامح كتير جدا، ممكن لو 1000 مره، بس لو جه في 1001 قال لا، بتبقى من قلبه. العقل تبقى لا بجد، العقل ممكن يتسيطر عليه. فالبني ادم اللي ياخد قرار من قلبه ممكن يجي متاخر، بس لو جه ما بيقولش، ما بقاش في تغيير. ما حدش عارف ينصحك تغيري مشاعرك، بس ممكن ينصحك تغيري افكارك. فعلى قد ما هي حاجه حلوه ان البني ادم يكون بيفكر بقلبه، على قد ما هي حاجه صعبه جدا برضه، يعني بيتعب هو شخصيا جدا، بيحكم على كل حاجه بالمشاعر مش بالعقل. لان ساعات العقل يقول هنا لازم البعد احسن كتير من القرب. وساعات الاثنين ما بيبقاش فيهم راحه. طبعا انا عندي اغنيه لسه نزلت بتقول لك القرب ممكن يبقى اسباب الفراق، نوع من الغباء. بيبقى العقل رافض ان العلاقه دي ممكن تخلص، او ممكن يبعد عن الحاجه اللي بيحبها دي، فبيبتدي يدور يجلد ذاته عشان يطلع عذر اللي قدامه عشان العلاقه دي تستمر. وفي الاخر بتغرقه.